وبالنسبة لكشف الذراع الأيمن هل في جميع الأشواط والسعي أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. كذلك الاضطباع وهو كشف الكتف الأيمن هذا إنما يكون في طواف العمرة وطواف القدوم، ويكون في بداية الطواف، فإذا انتهى الطواف فإنك تستر الكتفين، تضفي الرداء على كتفيك وعلى صدرك وظهرك، فلا يشرع بداية الاضطباع إلا عند دخولك في المطاف لطواف القدوم أو طواف العمرة من بداية الطواف إلى نهايته. وأما السعي فليس فيه اضطباع، تطوف وأنت مشتمل بالرداء على كتفيك. بعض الناس يضطبع من يوم يحرم من الميقات وفي جميع، هذا غلط. الاضطباع إنما تعمله عند بداية الطواف وتنهيه في آخر شوط وتضفيه على كتفيك، هذا أجمل لك وأستر لك وأحسن وأرفق بك. نعم.